هلا اذا عملنا طبقتين من الكيك، الطبقه الاولى كانت عباره عن سكر وزيت، سكر بني انا مستخدمه، رح تسالوني بصير سكر ابيض اوكي، سكر وزيت واستعملت معاهم 3 بيضات وفانيلا، بعدين اضفت لهم كوب لبن وكوبين ونص من الطحين وبيكنج باودر وبيكنج سودا وملح، عملنا حطينا فوقهم ورشه قرفه وشويه عصير ليمون، بعدين حطينا طبقه البلو بيري واضفنا فوقها الكرامبل اللي هي مكونه من الزبده والسكر البني واللوز، وحطينا معاهم 5 معالق طحين، وهيك كيكتنا صارت جاهزه، بتدخل على فرن حرارته 180 درجه لمده 35 ل 40 دقيقه. الطبقه الاولى بدنا زيت نباتي، بدنا سكر بني، وبدنا 3 بيض، وبدنا كوب لبن، وبدنا كمان انا سوري بس لاني والله ما انا شايفه، بدنا 2.5 كوب طحين، بدنا فانيلا وقرفة وعصير ليمون وكوب بلوبري. هاي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية بدنا 75 جرام من الزبدة مع سكر بني مع قرفة ومع شوية لوز وشوية طحين. أوكي مش مكتوبة الزبدة صح؟ ما موجودة. أوكي تمام. هلأ أنا هون حطيت السكر البني، رح ننزل عليه البيض، ما رح استعمل خلاط، رح أعمله كله على الإيد. طبعاً انتوا بدكم تخفقوا بالبيت كتير اكتر من ما انا رح اخفق، بس احنا عشان الوقت وضيق الوقت لازم نستعجل، فانا بدي اخفقهم مع بعض. وبدي انزل عليهم هلا سمير الطحين، المفروض كتير اخفق اكتر من هيك. لا الزيت بدك اخفق لك انا بس هيك. افتح لي بدك اخفق لك سريع سريع تقدر؟ طيب من هون يلا. انا ما حكيتلكيش عن بطولاتي، بطولاتك المطبخيه يا عيني، يعني من هون على أكاديمية رؤية صح؟ تعطي كورسات في الطبخ. طالع يلا رح ننزل الزيت. يلا هلا بتقدر تنزلها عشان ما تطرطش حالك. ايوه تقريبا هالقد بدنا زيت نباتي. رح نحط، هي الكيكة كتير بسيطة بس فيها تكنيك حلو. هلا رح نحط عصير الليمون، ورح ننزل المواد الجافة اللي هم الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج سودا، وبالإضافة لرشة ملح شوي شوي. سمير أنا اعتبريني بلندر 1200 واط شغال. اخفق بس بشويش. أيوة هلأ عشان يرجعوا يندمجوا. والله إنك أستاذ. أوكي هلأ رح ننزل عليهم بالتناوب شوية طحين وشوية اللبن اللي عنا. جمدت عليك يعني هلأ اللبن الزبادي برجع بطريها. شوية لبن مش شوي، هم كوب لبن. وعاد البلندر يتعطل. اخذ عني. بدك تاخذها؟ اخذ عني انا عشان الطحين. خفت على اناقتك. عشان اوكي شايفين بدنا نخفقهم كثير منيح حتى كله ينخلط مع بعض. هيك تقريبا بلشت تتجانس معنا الكيكه. تمام رح ننزل باقي كميه الطحين اللي ضلت، وهيك خلصنا الطبقه الاولى من الكيك. انا رح ابدل هاي عشان استعمل اشي اسهل عشان الوقت. اوكي رح نستعمل هاي السباتشولا اللي عنا عشان ننزل كل اشي من الحفة ونتأكد انه كله انخلط صح بهاي الطريقة. وهي الكيكة كثيفة لانه فيها لبن زبادي، مش من الكيكات اللي فيها هواء كتير او منفوخة كتير. هلا هاي الطبقة الاولى. اوكي في عنا طبقة تانية، رح نحط الطبقة الاولى بس ضل نحط لها شوية قرفة. هاي الباقي كله للوش. هاي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية هي الكرامبل، والكرامبل يعني فتات. شو يعني فتات؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط 75 جرام من الزبدة مع تقريبا 4 ل5 معالق من الطحين. هلا بنشوف إذا بنضطر لهم كلهم، والسكر البني تقريبا برضه 5 معالق. الزبدة فخلينا نقول هيك يعني؟ هلا بفرجيك شو بدنا نعمل فيها. شوية قرفة. وهلا بدنا نعمل إشي، نفركهم كلهم مع بعض. أوكي. عشان نعمل الكرامبل. شو يعني كرامبل؟ يعني مفتفت. فاحنا بدنا كيف 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 كيكة المبروشة تمام تكون الطبقة هاي مفتفتة لفوق. يا سمير بس بدي كمان طحين من هذا الصحن الصغير، ارجع در لي تقريبا تقريبا 3/4 الكمية يعني. كمان قوي قلبك كمان شوي. 100% اوكي. فإذا رح أعيد لكم، الطبقة هاي هي عبارة عن 75 جرام من الزبدة مع 5 معالق من الطحين و 5 معالق من السكر البني، بالإضافة لرشة قرفة، وآخر إشي ضل نحطه شوية لوز.
عيدان أو بتقدر يكون لوز شرحات. فهلأ صار عندي هاي الكرمبل جاهزة، رح ننتقل للخطوة الثانية اللي هي تركيب الكيك فوق بعض. كيف نعمل هدول الطبقتين مع البلوبري؟ جاهز أستاذ تشوف؟ يلا. هلأ في عنا هون قالب عادي، قالب تشيز كيك. أنا طبعاً هون عملتهم سمير بالأصغر اللي عندك هناك، شايفهم بقالب أصغر. أوكي. بدنا ننزل. يعني قالب واحد. عشان أوكي. أسهل نفرج المشاهدين بهاي الطريقة. بدنا ننزل الطبقة هاي. أولى. اللي هي كثيفة زي ما حكينا. كثيفة. أوكي. وبعدين أنا مستعملة البلوبري، بس في حال ما نوجد بيقدروا يعملوها بالفراولة، بيقدروا يعملوها. بالنص هاي. بيقدروا يعملوها بالدراء، بيقدروا يعملوها بأي نوع فواكه موجودة عندهم. مرة عملتها بالتمر، أنا حطيت طبق التمر هلأ هون. تفاح تفاح طبعاً طبعاً، اللي هي بتصير أبل كرامبل بالتفاح. فهلأ بس بدي أوزع البلوبري، بس هي فيه لأنها عصير ليمون مع الحموضة تاعت البلوبري. البلوبري بفقع بالفرن، شوف كيف بصير بصبغ. عرفت شو قصدي؟ زي العنب بتقدر تعملوها على فكرة. يعني هذا مش إنه هو بفقع، هو بفقع. هو هيك بصير فيه. هذا هيك هو فقع بالفرن من الحرارة طبعاً. فقع بالفرن. ففرفطت روحه فقع. فهلأ أنا عم بوزع يا جماعة بعد البلوبري. إذا حطيت الطبقة الأولى من الكيك وحطيت البلوبري فوقهم، وهلأ عم بوزع طبقة الكرمبل وبنخبزها بفرن حرارته 180 درجة. إذا بقالب كبير زي هذا بتاخد 35 ل 40 دقيقة تقريباً. طلعوا يعني بتطلع الطبقة الفوقانية هي طبقة الكرمبل المقرمشة، وبتطلع البلوبري بفقع بالنص وبس. يعطيكم العافية. طيب.